نعم، وأقول لك كيف حصل. لم تصرح الخارجية الأمريكية أي تصريح بما يتعلق في الأزمة، تذكرها جنابك عندما كان الصدر يطالب بتشكيل حكومة أغلبية، وتحركوا على الأكراد بالتحديد بالجزء اللي يقوده السيد مسعود البرزاني تحديدا يعني. ولذلك لم يوافقوا للأكراد بشكل مباشر، لم يعطوهم الأمريكان صكا على بياض في الذهاب مع الصدر بتشكيل حكومة أغلبية. ما صرحت به الخارجية الأمريكية تحديدا، الراجع وهذا الجوجل موجود، والسفارة الأمريكية كانت تتعلق بتشكيل حكومة شاملة، بمعنى أنه غير موافقين على توجهات الصدر بأنه يشكل حكومة تسمى أغلبية. الحقيقة هي ليست أغلبية وطنية كما جرت العادة على تسمية، أغلبية سياسية من مكونات تمثل الشعب العراقي، أما الأغلبية الوطنية غير، هذا اللي أسعالها أنا وأنت التي تأتي بدون مسميات طائفية، وهذا الحزب الفلاني اللي هو مبين من عنوانه حزب طائفي، وهذا القائد الفلاني اللي هو مبين من عنوانه هو عرقي. احنا نتحدث عن أغلبية وطنية ينتجها الشعب العراقي بكل مسمياته الوطنية وعناوينه السياسية. أما ما أراد الصدر الحقيقة هو كان أغلبية سياسية حاصلة على نتائج أو انتخابية، وبالتالي الأمريكان كانوا يروا أنه تشكيل هذه الحكومة قد يؤدي إلى صراع، وهم كانوا تدري داخلين في أزمة أوكرانيا وروسيا وما ملتفتين للعراق بشكل زين. أستاذ أحمد الآن هذا التوضيح العفو بما يتعلق بأنه عدم موافقة الأمريكان. نعم.